فيلم ذا كاراتيه كيد. تبدأ قصة الفيلم ويا ولد اسمه دراي وهو مسافر ويا أمه للصين لأنه هي انتقلت الشغل الجديد بداخل المدن الصينية. فيعفون كل أصدقائهم وجيرانهم ويروحون للمطار، وبعد رحلة طويلة يوصل دراي ويا أمه شيري للصين. لكن هم بطريقهم للبيت دراي يشوف قرية رياضية، وهاي القرية يصير بيها كل حدث خاص بالرياضة. بعدها يكملون طريقهم للبيت فيقابلون البنية اللي راح تنطيهم البيت وتقول لهم إذا تحتاجون شيء فروحوا لمستر هان لأنه إنجليزيته قوية. ولما يدخلون للبيت تباوع شيري وتعرف ان دراي نزع السترة مالته وذبها على الارض مثل ما هو متعود قبل، فتأمر انه يشيل السترة من الارض لانه هذا الفعل غلط. بعدها تطلب من عنده انه يروح يصيح المستر هان حتى يصلح البواري، وبالفعل يروح دراي ويدور عليه. ولما يلقاه يقول له انه احنا سكننا جديد بالبيت اللي يكون رقمه 305 واحنا نريد مساعدة من عندك حتى تصلح البواري. بس لما يشوف هاندا ياكل يقرر انه يجيب وقت ثاني. بعدها يروح دراي للحديقة ويتعرف على شخص يلعب وياه كرة السلة. وبهاي الأثناء نشوف دراي يراقب بنية قاعدة ويعرف انه هي جاي تتدرب على عزف الكمان، فيقرر انه يروح يحكي وياها ويتعرف عليها. لكن فجأة يجي ولد ثاني ونعرف انه هذا الولد يكره هاي البنية، فيسألها ويقول لها انت ليش ما تدربين على العزف او ليش تضيعين وقتك وتحكين ويا شخص ثاني. فياخذ الورق اللي بيديها ويشمره على الارض. فهنا يحاول دراي انه يتدخل، بس هذا الولد يضربه ويوقعه، ودراي يحاول يقوم حتى يضرب هذا الشخص، لكن هذا الولد يسيطر عليه ويضربه باكثر من ضربة، ودراي ما قدر يلمس ولا بضربة واحدة. بعدها يقوم ويروح للبيت وهو فشلان ويدخل للغرفة بدون ما أحد يشوفه، ويتبين عليه أنه هو جاي يتألم من أثر الضربات، فيقفل الباب على نفسه قبل ما أمه تدخل عليه. ولما يجي ثاني يوم يكون هذا اليوم هو أول يوم لدراي بالمدرسة، ويقرر أنه يخفي الكدمات اللي بعينه فيخلي مكياج من مكياج أمه ويلبس كاسكيته على رأسه حتى أمه ما تشوفه. وبعدها يروح هو وأمه للمدرسة، ولما يوصل تكون المديرة منتظرتهم حتى ترحب بيهم. فالمديرة تقول لدراي ممنوع لبس الكاسكيته بالمدرسة، وشيري تنحرج وترفعها من راسه بس تتفاجأ بوجود كدمات بوجهه وتعرف انه هو متعارك ويا شخص ثاني، وتبقى تسأل بيه وتقول له من اللي تعاركت وياه حتى اني اروح واشتكي عليه. بس دراي يقول لها اني انضربت بالعمود من غير قصد، وهو ضم عليها المشكلة اللي صارت وياه حتى ما تبقى خايفة عليه. ولما يدخل دراي للمدرسة يلقى نفس البنية اللي انضرب من وراها، فهاي البنية تيجي وتسلم عليه وتقول له اني اسمي ماي وتعتذر من عنده على اللي صار وياه بسببها. فيسألها ويقول لها هذا الشخص شنو يقرب إليك؟ فتقول له إحنا مو أقارب وإنما إحنا أصدقاء وأني أعرفه من الطفولة. بعدها تعفها وتروح حتى تكمل تدريبها على الكمان. وبهاي الأثناء دراي يبوع على ماي، لكن يتفاجأ لما يلقى بصفه الشخص اللي ضربه واللي يكون اسمه شانج. فشانج يتحارش بيه ويقلب الأكل مالته على ملابسه، لكن قبل ما تصير بيناتهم مشكلة تتدخل المديرة وتبعدهم عن بعض. ولما ينتهي أول يوم دراسي يرجع دراي لبيته ويحاول إنه يتعلم الفنون القتالية من خلال التلفزيون حتى يقدر يضربهم ويدافع عن نفسه. وبهاي الأثناء يجي مستر هان للبيت حتى يصلح البواري ويشوف دراي وهو جاي يتمرن غلط. بعدها تيجي أمه وتلقى دراي شامر السترة مالته بالأرض وكالعادة تتعارك وياه لأنه أكثر من مرة قالت له أنه ما يعيد هذا الفعل لأنه هذا الفعل غلط، فيروح ويشيلها ويعلقها. لكن يلقى مستر هان وهو يباوع عليه. ولما يجي يوم جديد يروح دراي للمدرسة ويلقى شانج وأصدقائه قدامه، فيحاول يتجنبهم لأن هو خايف من عندهم، ويبقى يتجنب شانج لحد ما يوصل الغرفة الموسيقية اللي ما يتدرب بيها. فيسمع أنه مدربها يقول لها انت محتاجه تدريب اكثر لانه مستواك هابط عن قبل ولازم انت تدخلين تدريب صيفي حتى تضبطين العزف بشكل كامل. وبعد ما المدرب يطلع من القاعه دراي يروح لها ويقول لها انه عزفك كلش حلو وانت ليش جاي تدربين هوايه. فتقول له انه انا عندي تجربه اداء واذا نجحت بهاي التجربه انا راح ادخل معهد موسيقي. ودراي لما يسمع هيجي يبقى يشجعها اكثر واكثر، وبعدها يعوفها ويطلع من القاعه. ولما يطلع يلقى شانج قدامه وشانج يبقى يستهزئ بيه ويفرغ جنطته ويذبها بالارض. فشانج يقول له الأيام الجاية حاول تبتعد عني لأنه إذا قابلتني راح تموت. وبعدها يعوفه ويروح. ولما يروح للبيت ينزل يتمشى ويا والدته، لكن الطريقة يشوف مدرسة لتعليم الفنون القتالية، فيقرر يروح يشوف التدريب اللي بيها لأن هو يريد يتعلم أي أسلوب قتالي حتى يتغلب بيه على شانج وأصدقائه. بعدها يلقى مجموعة قدامه تتدرب ويكون شعارهم إنه ماكو ضعف ولا ألم ولا أكو رحمة للخصم، فراد يدخل حتى يحكي ويا المدرب ويعلمه فنون القتل، لكن يتفاجأ بوجود شانج وأصدقائه وهم أحد هاي المجموعة، فيتراجع بقراره ويطلع من المدرسة كلها ويكمل طريقه باتجاه البيت. لكن يوقفون قدام غرفة هان وتحاول شيرو انه تفهم من دراي اللي مضوجة، فيقول لها اني اكره هذا المكان واريد ارجع المكان القديم. فشيرو تقول له انه احنا ما عندنا مكان الا هنا لان بس هنا نقدر نشتغل ولازم نتأقلم بهذا المكان. وبعدها يروحون اثنيناتهم للبيت ونعرف انه هان سمع كل الحديث اللي دار بيناتهم. ولما يجي ثاني يوم تكون عندهم رحلة مدرسية للمدينة المحرمة وسموها بهاي الاسم لان الامبراطور اللي كان
حاكم كان يحرم على أي أحد يدخل هاي المدينة، لكن لما مات صارت مكان زيارة العوائل. وطول هذا الوقت شانجي يحاول أنه يضوج دراي، لكن لما يرجعون للمدرسة قرر دراي أنه ينتقم من عنده، فيتقرب من عندهم وهو خاتل ويشمر عليهم المي، وبعدها يهرب وكلهم يركضون وراء حتى يضربوه، لكن هو هرب باتجاه بيتهم. ولما يدخل للبوابة الخلفية لبيتهم يلقاها مقفولة، وهنا دراي ما يقدر يهرب، فيحاصرت شانجو فريقه ويبقون يضربون بي بدون رحمة. وقبل ما شانجو يضرب الضربة القاضية يشوف هان قدامه وهو يمنعه انه يضربه، فيأمرهم انه يرجعون لبيتهم. ولما هان يروح حتى يساعد دراي يحاول شانج انه يضرب هان، بس هان بسهولة يوقفه. وبسرعة يجون اصدقاء شانج ويحاولون يضربون هان، بس هان قدر يسيطر عليهم ويصد ضرباتهم وضربهم ضربات خفيفة حتى يعوفوه. ولما شانج واصدقاء شافوا قدرة هان القتالية يهربون من المكان، ودراي لما يشوف هذا الموقف ينبهر بهان. بعدها هان ياخذ دراي ويوديه لغرفته حتى يعالجه بالنار، ويبقى يمرر النار على الاماكن اللي انضرب بيها. ومجرد ما هان خلص دراي ما حس بالالم اطلاقا، وهنا دراي يسال هان ويقول له انت شلون قدرت تتصدى ضرباتهم وتتخلص من عندهم بهاي السرعه؟ فيقول له هي هاي الفنون القتاليه. ودراي لما سمع طلب من عنده انه يدرب على الكونفو حتى يقدر يتغلب على شانجو واصدقائه. فهان يقول له انه الكونفو فن وهي الدفاع عن النفس مو للحرب وضرب الاخرين، لكن دراي يقول له انه المدرب مالتهم سمعته يقول لهم انه ماكو رحمه للخصم ولا اكو ضعف عندنا ولا الم. فهان يقول له اذا تشوف هذا الشيء غلط فروح واحكي ويا مدربهم وقل له انه هذا الشيء غلط ولازم اصححه. لكن دراي يخاف يروح لوحده لانه اذا راح ينضرب من شانجو اصدقائه، ويطلب من هان انه يجي وياه. وبعد ما هان فكر تفكير عميق يوافق يروح وياه، وبالفعل يوصلون لمدرسه الكونفو. وهم راحوا حتى يفهم المدرب مالتهم المبدا اللي المفروض يعلم تلاميذه عليه. واول ما يدخل يلقى المدرب يضرب بطفل لانه هذا الطفل امتنع عن ضرب صديقه بقوه، ويقول لهم اني ما اسمح لاي شخص يوقف عن الضرب بعد ما يوقع الخصم على الارض. فالمدرب لما يخلص كلامه يباوع وراه ويلقى هان ودراي واقفين بقاعته، فشان جسدمه لما يقول له ان هو هذا اللي ضربنا. فهان يقول له انا جاي حتى اطلب من عندكم انه ما تضربون دراي او تتعرضون اله، وانا ما اريد اقاتلكم. وايضا يقول للمدرب تلاميذك السته كانوا ضد واحد وهذا غير صحيح بالفنون القتاليه. لكن المدرب يطلب من هان مباراه وهي تشانج ضد دراي، بس هان يرفض ويقول له اني اكرر المره الثانيه اني ما جاي للقتال، ويعوفه ويمشي. بس المدرب لي يقول له انت ضربت تلاميذي وهنت مدرستي ولازم تدفع الثمن، لكن هان يكرر الرفض ويقول للمدرب انه دراي ما راح يقاتل احد. لكن بعدها لي يقول لهان لازم تصير مباراه بمباريات الكونفو المفتوحه وهي تكون بين دراي وتلاميذي، او راح تكون مباراه اقصائيه، واذا ما وافقت راح اخلي تلاميذي ما يرحمون دراي. وهنا هان يوافق لانه ما عنده حل ثاني. فبعدها لي يأمر تلاميذه انه ما يتعرضون لدراي لحد وقت المباراه. فلما يطلعون من المدرسه هان يقول لدراي اكو خبرين، الخبر الاول انه شانجو اصدقائه ما راح يتعرضوا لك ابدا، والخبر الثاني انه انت راح تشارك بمباراه ضد تلاميذ لي. ويقول له انا راح ادربك الكونفو. ودراي لما يسمع يفرح بهذا الخبر. ولما يجي ثاني يوم يجي دراي على هان حتى يبدون التدريب. واول يوم تدريب يجي دراي وينزع الستره مالته ويشمرها بالارض ويقول له انا عندي شويه معلومات عن الكونفو واني جاهز بصوره تامه للتدريب. بس هان ما يهتم لكلامه ويقول له جيب الستره مالتك وعلقها قدامي. بعدها يطلب من عنده انه ينزعها ويرجع يلبسها، او ايضا ينزعها ويعلقها، ويكرر هاي العمليه على مدار اليوم. وبعد اول يوم يكون فاقد للامل لانه هو ما تعلم اي شيء، لكن يروح يعلق الستره مالته وامه تستغرب لان هاي اول مره يعلق الستره بهذا الفعل. ويبقى على هذا الحال عده ايام، لكن بيوم من الايام دراي تتعب نفسيته فيروح على هان ويقول له انا تعلمت ونزعت الستره فوق الالف مره، ويقول له انا اكتفيت واريد اتدرب حركات الكونفو. فبعدها ياخذ الستره مالته ويريد يطلع من البيت، لكن فجاه هان يطلب من عنده انه يوقف قدامه وياخذ الستره من عنده ويقول له انه يخليها بايده ويلبسها. ويبدا هان يعلمه انه حركه نزع ولبس الستره تحرك ايديه، ويقول له انه هذا اللي انا محتاجه بالكونفو وانه حركه ايدك تصير قويه وثابته. ويبدا يدربه على حركه رجله ويطلب من عنده انه يجيب الستره مالته من الارض. وبنفس الوقت هان يرفع رجله حتى يضرب دراي، لكن دراي بحركه لا اراديه يتفادى الضربه. وهنا دراي يفهم انه كل اللي تدرب على الستره هي حركات اساسيه وانه هو علمه حركات بسيطه خلال ايام قليله. ولما يجي اليوم الثاني هان ياخذ دراي ويسافرون للمكان اللي كان هان يدرب بيه ويقول له احنا راح نروح لقمه الجبال وراح نشرب من بئر التنين. وبالفعل يبدون رحلتهم بصعود الجبل لحد ما يوصلون للقمه ويشوف قدامه مدربه تتحرك قدام الكوبرا بدون ما تلدغها وهي مسيطره عليها وتكون مركزه بعيون الكوبرا وتباوع لها اثناء حركتها. اما دراي وهان فهم يكملون مشي لحد ما يوصلون لبئر التنين. وبالفعل دراي يشرب من البئر، فدراي يسال هان ويقول له شلون المدربه قدرت السيطره على الكوبرا؟ فيقول له ان المدربه سيطرت على الكوبرا بقوتها الذهنيه. بعدها
الغريب دهان يدرب دراي بالمكان اللي يدرب بيه بصغره، ولما يرجعون لبيوتهم يكون موضوع الكوبرا شغل تفكير دراي، لين كان بمده انه يسيطر على الكوبرا مثل ما سيطرت عليه المدربه. وبعد مرور ايام بسيطه دراي يكمل تدريب ويصير من التلاميذ اللي اكتسبوا الفنون القتاليه كامله، وهو كان يدرب كلش هوايه لحد ما هان يقول له باكر لا تجيني لانه التدريب الزياده مؤذي. وبالفعل يجي ثاني يوم ويروح دراي للمدرسه ويعرف انه تجربه اداء ماي للعزف الموسيقي هي باكر، ويعرف انه ماي كلش قلقه وخايفه انه تفشل، فيطمنها دراي ويقول لها انه تاخذ اليوم اجازه حتى تقدر تركز بتجربه الاداء، ويقول لها انه التدريب الزياده هو مؤذي. وبالفعل هي تقتنع ويهربون من المدرسه ويروحون للاماكن السياحيه، لكن فجاه يجيها تليفون من والدها ويقول لها انه موعد التجربه اتقدم وبعد له 3 ساعات، وانا راح اجي حتى اخذك للمدرسه اللي راح يصير بيها تجربه الاداء. وبالفعل ياخذها ويروحون للمدرسه، ويروح دراي وراهم ركض حتى يشجعها مثل ما هو وعدها انه يحضر التجربه، وبالفعل يحضر العزف مالتها. وبعد ما تخلص التجربه والد ماي يطلب من عندها انه بعد ما تحكي ويا دراي للابد، ويقول لها انه ما ينفع تصيرون اصدقاء. فتروح ماي لدراي وتقول له الكلام اللي قال لها ابوها، فدراي يضوج ويحزن. وبهاي الاثناء ينتقل ويروح الهان ويشوفه هو سكران ويكسر بسيارته اللي كان يصلحها، فيحاول يهديه ويمنعه، لكن يشوف خبر على السياره وهو حادث السياره واللي بسبب هذا الحادث مات طفل وام. وهنا دراي يفهم ان ذول عائله هان اللي خسرهم بحادث السياره اللي كان يصلحها. وهان يبدا يحكي لدراي ويقول له انه مثل هيك يوم كان هو وعائلته على شارع منحدر وكان المطر كلش قوي وهو فقد السيطره على السياره وصار حادث وماتوا عائلته بالكامل، ويقول له انه كل سنه اني اصلحها ولما يجي يوم الحادث اني اجي على السياره واكسرها لانه اني احس بالذنب. وهو يبقى يبكي على خساره عائلته لحد ما يروح دراي يجيب العصاه لهان حتى يدربه، فيخلي هان يلزمها ويطلعها من السياره. ولما يجي يوم جديد يروح لسور الصين العظيم حتى يتدربون، ونلاحظ انه مستوى دراي يتحسن بالكونفو بمستويات عاليه. اما ماي فهي قامت تخاف تحكي ويا دراي لان والدها اذا عرف راح يعاقبها، لكن هنا هان ودراي يروحون لقاعه المباريات، وهان يقول لدراي مو مهم تفوز او تخسر، المهم انه تكسب احترام الجماهير، وينطل دراي بدله اللعب هديه، فدراي يقول لهان انت افضل صديق لي، وبعدها يحضنه ويطلب من عنده انه يساعده حتى يحكي ويا والد ماي على مود يوافق تلتقي به وتحضر المباراه. وبالفعل هان يكتب كلام بورقه وينطيه لدراي، ويروحون اثنينهم البيت والد ماي، ودراي يقابل والدها ويبدا يقرا بالكلام اللي مكتوب بالورقه، ويقول له انه ماي هي افضل صديقه لي، واني اوعدك راح اصير صديقها المفضل وادافع عنها، وهسه اطلب من عندك انه تسمح لها تحضر المباراه. وبالفعل يوافق والد ماي، ولما يجي وقت المباراه فهان يقول لدراي اذا سجلت نقطتين فانت راح تفوز، والمهم انه تضرب الخصم ضربتين. وهنا تبدا اول مباراه، بس دراي يكون خايف ويبتعد عن الخصم ويطلع خارج الحلبه، بس الحكم يحذره ويقول له اذا مره ثانيه طلعت فانا راح اخسرك نقطه. وبالفعل يدخل للمباراه وبتركيز جدا عالي يقدر يفوز باول مباراه له، وبعدها تستمر سلسله المباريات. ولما يدخل شانج بمباراه ضد خصم يتبين انه اسلوب شانج كان كلش قوي بالضرب وهو ما يرحم الخصم ابدا لان هذا اسلوب المدرب مالتهم اللي تعلموه من عنده. لكن بعد استمرار المباريات تاهل دراي الربع النهائي فيقابل واحد من فريق لي، وبمباراه صعبه يقدر يتغلب عليه ويتاهل النصف نهائي. بعدها هان يقول له ان مباريات نصف النهائي لازم تكسب بيها 3 نقاط. وبهاي الاثناء ينتقلون الفائزين للحلبه الثانيه وهي الاكبر بالحجم، وتكون اول مباراه من نصيب شانج وهو قدر يفوز على الخصم بسهوله تامه وينتقل للنهائي. ولما تصير مباراه دراي يكون الخصم اللي ضده من فريق لي، فالمدرب لي يقول للتلميذ اكسر رجل دراي وانت لا تهزمه لان انا اريده يتحطم نهائيا. وبالفعل التلميذ ينفذ كلام المدرب مالته وهو بقى يستهدف رجل دراي، لكن هو يضرب دراي بضربه غير شرعيه ويتم اقصاءه من المباراه. وهنا يفوز دراي او ينتقل للمباراه النهائيه وهي اللي راح تكون ضد شانج، بس كانت رجله شبه مكسوره وما يقدر يوقف عليها. وهان ينقله مباشره للعياده، والدكتور لما يفحصه يقول لهان انه دراي ما يقدر يكمل لان هو راح يتاذى اكثر، بس دراي يطلب من هان انه يسوي له العلاج الناري حتى يروح الالم ويقدر يوقف على رجله مره ثانيه. وبالفعل هان يروح ويسوي له العلاج الناري اللي يسكن الالم مؤقتا، ودراي يرجع للمباراه وهو يعرج، فالمدرب لي يضحك عليه ويستهزئ به، بس دراي يرجع للحلبه
تبدأ المباراة، وهاي المباراة هي المباراة النهائية بين دراي وشانج. ولما تبدأ المباراة يبدأ شانج يسدد أكثر من ضربة على دراي، لكن دراي قدر يتفادى معظم الضربات لحد ما آخر ضربة تشمره خارج الحلبة، وهنا شانج يفوز بأول نقطة. بس لما تبدأ الجولة الثانية يبدأ دراي يقاوم ويسدد الضربات ويقدر يستعيد التعادل بسرعة. بهاي الأثناء لي يطلب إنه يحكي ويا شانج، ولما يحكي وياه يقول له حاول تكسر رجل دراي حتى ما يقدر يكمل وأنت تفوز بالكأس. وبالفعل يبدأ شانج يستهدف رجل دراي، وهنا قدر يكسر رجله وتبقى نقطة واحدة تفصل الاثنين على الفوز. لكن دراي يرجع ويوقف حتى ما يتم استبعاده من المباراة ويخسر هاي الجولة، ولي يستغرب لأنه دراي لحد الآن ما استسلم. بس فجأة دراي يوقف على رجله مثل ما شاف المدربة واقفة قدام الكوبرا ويباوع على عيون شانج بنظرة ثاقبة حتى يشتت انتباهه. وبمجرد ما شانج يهجم عليه يقدر يتفادى ضربته وينجح انه يضربه بالضربة القاضية، وقدر دراي يكسب نقطة الفوز. وهنا دراي فاز بالبطولة والكل كان فرحان، وهو ما كان يعرف لأن هو ما فاهم قوانين الكونفو، وكل الجماهير تفرح وتهتف باسمه. وبهاي الأثناء لي يجي حتى يضرب شانج لأن هو خسر بالمباراة، بس قبل ما يضربه هان يلزم ايده ويمنعه من ضرب شانج، لكن لي يحاول انه يضرب هان ويفشله قدام دراي. بس هان يتفادى ضربات لي وهو يحاول يطلع للحلبة لأن كانوا يتعاركون وسط الجماهير، بس بالاخير يلزم الكرسي ويشمره على هان، وهان يلزم الكرسي قبل ما يضرب احد وهو استخدمه وقدر يتغلب على لي ويثبته بالارض، لكن هو ما ضربه حتى ما يفشله قدام تلاميذه. بعدها يعوفه يقوم، بس لي يكون مصمم انه يضرب هان ويكملون قتال بيناتهم لحد ما يوقعه، فيقول الكلام اللي كنت اتعلمه تلاميذك هذا غلط لانه هاي مو ممارسات الفنون القتالية. بس يجي دراي ويقول لهان لا ضربه اكثر من هيجي، فيقوم ويعوفه وكل تلاميذ لي يقدمون التحية لهان. وبالاخير يجي شانج ويقدم الكأس لهان ويقول له انت تستحق هذا الفوز، ودراي يكسب البطولة واحترام الكل بسبب تدريب هان. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم، وشي اكيد راح افرح كل شهواية باقتراحاتكم. ولهنانه تكون نهاية الفيلم.